أصدقائي، اشتقت لكم. من الرسام الذي تعلمنا عنه في المرة السابقة؟ كان رساماً يسمى كريس أوفيلي. قد رسمنا أشخاصاً من العروق المختلفة وتعلمنا عنهم فيها، أليس كذلك؟ واليوم أيضاً سنتعلم عن رسام جديد، وهو رسام يسمى تينغا تينغا. رسم هذا الرسام حيوانات متنوعة بطرق مختلفة. أتطلع لمعرفة ما هي الحيوانات التي تنتظرنا. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات تينغا تينغا الآن مباشرة؟ إن تينغا تينغا رسام إفريقي، كان يرسم الكثير من الحيوانات البرية التي في إفريقيا. ما هذا؟ إنه نمر. هل تريدون رؤية النمر الحقيقي؟ نعم، هذا هو نمر. قد رسم نقش النمر بشكل ممتع جدا. ربما هو أيضا نمر، إلا أنه يبدو أقوى منه بسبب رسم النقش بالنقاط الحمراء. ما هذه؟ نعم، إنها زرافة. عندما نرى رسمها مع المقارنة بشكل حقيقي، نشعر بمتعة أكبر. يا ترى، ماذا يريد أن يفعل هذا الطفل الذي من العرق الأسود؟ تخيلوا. وما هذا؟ نعم، إنه فيل. ما رأيكم أن نرى شكل الفيل الحقيقي أيضا؟ نعم، هناك شبه، ولكن نشعر بأنهما مختلفان، أليس كذلك؟ هذا أيضاً فيل مرسوم. طريقة رسم أذنه مميزة جداً. كان الرسام يرسم الحيوانات بطرقه الخاصة. ما هو الحيوان الذي ترونه في هاتين اللوحتين؟ نعم، ترون طائراً. صحيح، من الممتع رسم الطائر الذي في اليسار وجناحاه يمتدان تحت الغصن. والشجرة الزرقاء التي في اللوحة اليمنى جميلة جداً. ألا تشعرون كأن الطيور تتكلم معاً؟ يا ترى، ماذا تفعل بالقرب من الشجرة؟ واليوم سنرسم مثل هذا الرسام مع رؤية النمر هكذا. هيا نرسم ونحن مستمتعين. هذه المرة سنضع الورقة بالطول ونرسم بشكل طولي من فوق لتحت. أولاً نرسم وجه النمر في الوسط بشكل كبير، والعشب في الخلف، وأوراق الورود في الأسفل. والآن سأحدد الأماكن فقط، فانظروا بعينكم فقط.
الآن هيا نرسم بشكل مفصل. وإذا انتهيتم من الرسم، هيا نرسم بالقلم على الخطوط.
وبعد الرسم هيا نمسح بالممحاة. وبعد ذلك نرسم النقش الدائري مثلما رسمه الرسام، وارسموا الدائرات الكبيرة والصغيرة على الوجه بحرية. الآن لونوا بالألوان التي تريدون التلوين بها بحرية. يمكنكم التلوين بالألوان التي استخدمها الرسام أو الألوان التي تريدونها. أوقفوا شاشة الفيديو لوقت قصير وأكملوا رسم النمر الذي في الصورة مثل الرسام. أكملت هكذا واستخدمت الألوان التي استخدمها الرسام وهي لون الأحمر والأسود. وكيف رسمتم يا أعزائي؟ نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ إلى الآن قابلنا رسامين حتى الرسامة الإفريقية، هل استمتعتم؟ الرسم هو وضع الفكرة والقلب، فليس من المهم أن ترسموا بشكل جيد. عندما رأينا لوحات الرسامين التي قابلناهم حتى الآن، وجدنا رساماً رسم بشكل بسيط جداً، كما وجدنا رساماً رسم لوحات كأنها ليست كاملة. لذلك ارسموا بحرية مع الثقة بالنفس. وأنا أحياناً أرسم وأنا مسرورة، فأكون مسرورة أكثر، وأرسم عندما تكون نفسيتي سيئة أو أشعر بالغضب أو الحزن أيضاً، فتتحسن نفسيتي. يا أصدقائي، أتمنى أن يكون لديكم خبرة مثل خبرتي، وأتقدم لكم بخالص الشكر على وجودكم معي حتى الآن. وهيا نتقابل مع اللوحات الجميلة في مرة أخرى. مع السلامة.